دابا غادي ندوزو ان شاء الله للبيله. البيله غناخذو كاس ديال الزيت معايا فنايا. غادي ناخذ واحد المقيله غنديروا فيها كاس ديال زيت العود، غناخذ واحد البصله كبيره غنشلضوها رقيقه وغادي نخليوها تطيب حتى تنزل شويه، غادي نزيد عليها شويه الملحه، جوج معالق ديال الثومه، وغناخذ واحد اربعه والسيده لها اختيار. انا درت اربعه الخضار ديال الدجاج الصغار، كديهم وتجيبهم في هاد الثومه والملحه والبصله وزيت العود، وكنزيد عليهم واحد كيلو ديال المطيشه محيده ليها الجلفه ديالها والزريعه ومقطعاها مربعات صغار، وانا كنشحر وكنزيد ثلاثه ديال ورق سيدنا موسى، ما نوقفوش من التحراك، وغنزيدوا شويه ديال الزعفران الحر وغنحركو مزيان، وغادي نزيدوا نص كيلو ديال الكالامار مقطعين دوائر، وحنا كنحركو ونزيد نص كيلو ديال الكروجيت ومعلقه كبيره ديال عطريه الحوت ومعلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال اللقامه مكسيكيه راه ولات متوفره دابا عند كل شيء، وكنزيد واحد وهنا كنحرك كنزيد نص كيلو ديال الجلبانه كنديها هادشي ونجيبو وكنعصر عليه كندير عليه عصير حامضه وحده، وكناخذ نص كيلو ديال الروز كنكون غسلته وصفيته. واخا نتوقفوا في هذه المرحله الا سمحتي بالنسبه لهذا الاول، انا غادي نعاود للمستمعات ولا تعاودي انتيا؟ ما كاين حتى شي مشكل حيت حالك. الله يبارك فيك. نعاود من الاول. يلا يكون احسن حنا في المقله. هي كاس ديال زيت العود غادي نديروا فيه بصله كبيره مشلضه، وغادي ناخذوا نديروا زيت الملحه وجوج معالق ديال الثومه، غناخذوا اربعه ولا خمسه ديال الخضار ديال الدجاج الصغار كنقليوهم، وكنزيدوا عليهم كيلو ديال المطيشه محيده ليها الزريعه ديالها والجلفه مقطعه مربعات، غادي نزيد ثلاثه اوراق ديال الموسى، وغادي ناخذ شويه الزعفران الحر، وغادي نحرك كل شيء، وغنزيد عليه نص كيلو ديال الكالامار وانا كنحرك، ونزيد عاود نزيد نص كيلو ديال الكروفيت ومعلقه كبيره ديال عطريه الحوت، معلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه ديال الهريسه، ومعلقه ديال اللقامه المكسيكيه ولا دابا متوفره، وغنحرك ونزيد عليها نص كيلو ديال الجلبانه وانا كنحرك، وغادي نعصر عليهم عصير حامضه وحده خضراء. غنكون عندنا واحد نص كيلو ديال الروز غسلناه وصفيناه، غادي نزيدوه ونبداو نقليو فيه مع هاد الحشوه اللي درنا حتى كينشف، وكنرويو الروز حتى كيتغطى لينا، كنخليوه يغلى واحد جوج غليات، كناخذوا المول اللي كيدخل الفران كندير فيه هاد الطيله وكنغطي الباتي الومنيوم وكندخلو الفران. كتجي حبه على اختها. واخا كنكون ديجا عندي واحد الفلفله حمراء كنقطعها ونديرها هكا دايرين، كنقليها بشويه الزيت والبزار والملحه، مني كنخرج البيله ديالي وكنشوفها طابت وكل شيء طاب كنعاود ندير هاد الفلفله، وكندير رونديلات ديال الحامض، وكنخلي واحد جهد عشرات الكروفيتات قشورهم كنحطهم وكندخلها غير الفران تصهد وكنخرجها. كتجي معلكه هاد الطيله وكتجي زوينه بزاف. ايه هو في الغالب المستمعات يعني ربما هاد الطريقه ديال البيله الروز اللي فين تلقاو فيه المشكل اما ما تيتفرز اما ما تتكونش في ديك البنه يعني شارب هذيك اللقامه. لا غير قلات وسناء مزيان مع هاد الشيء تقلى مزيان وما السيدك تروح حتى كي ما بقاش يبان الروز كيتغطى. ايه ودائما نخليه يدير جوج غليات فوق البوطه وندخلوا الفران على نار مهيله باش يطيب على خاطر خاطره. ولا سمحتي شرحي لهم بالنسبه للطريقه ديال الروز بالنسبه للكميه ديال الماء بالنسبه للمبتدئات الا سمحتي. بحال دابا الا كان نص كيلو ديال الروز انا كنشحروا مع هذا الشيء اللي درت. ايه بحال دابا انا درتو نقول درت الكوكوت. غادي نشحر كل شيء، غنرمي الروز غنبقى ندي فيه ونجف فيه مزيان، غادي نروي ما غاديش نغمر الكوكوت حتى تبان لي الحشوه داك الشيء اللي طيبت انا ما بقاش كيبان بالماء. ما نعمرش بزاف يعني تقريبا نجي تنص وتغطى كل شيء ونخليه حتى يغلى واحد جوج غليات حتى يبدا لك يبدا يتقلب. عاد نخوي انا في مول اللي كيدخل الفران ونغطيه بابي الومنيوم وتكون العافيه مهيله ديال الفران ونخليه يطيب على خاطره، كتجي حبه على اختها. اي داك الروز الصفر اللي حبتو طويل. والروز يكون نوع ممتاز. ايه ماشي داك الروز الصغير اللي كيتعجن. اييه فعلا داك الروز الصفر اللي حبته طويله ودابا راه كاين في الاسواق هكا معروف ديال البيله. ولو عمرها ما دارت هاد البيله ولا عمرها ما صدقاتش راه هادي غتصدق ليها. واخا